أفضل الأعمال في هذا الشهر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قام علي صلوات الله عليه وقال: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: الورع عن محارم الله. الورع التقوى. في يوم من الأيام ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في المسجد أو في مكان آخر وحوله مجموعة من أصحابه. النبي صلى الله عليه وآله قال: الآن سوف يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. الصحابة أخذوا ينظرون إلى الباب وإذا برجل عادي شاب عمله حطاب، يذهب إلى الغابة أو إلى الصحراء يأخذ الحطب أو الشوك ثم يجي يبيعه، هذا شغله. دخل، عجيب، هذا رجل من أهل الجنة هذا الحطاب؟ نعم. في اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وآله: الآن سوف يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. وإذا بذلك الرجل يدخل. في المرة الثالثة أيضا تكررت القضية، واحد من الصحابة راد يشوف أنه ما هو عمله التي بتلك الأعمال كان من أهل الجنة. إجا عنده قال له: أنا أريد أكون عندك ضيف عدة أيام، تسمح لي بذلك؟ قال: نعم. جاء هذا الرجل إلى بيت ذلك الحطاب، بقى عنده يراقبه، رجل عادي مثل بقية الأفراد. ذهب معه إلى الصحراء يأخذ الحطب أو الأشواك يجي يبيعها، رجل عادي ما عنده شيء يفرقه عن البقية، ويتعجب. بعد أن انتهت الأيام الثلاثة قال له: أنا أريد أروح ولكن عندي سؤال، أنت شنو عندك في حياتك؟ عندك شيء استثنائي في حياتك؟ قال: لا، أنا مثل بقية الأفراد. قال له: إذن كيف أصبحت من أهل الجنة؟ قال: أنا عندي عمل واحد وهو أني لا أعصي الله. كلمة واحدة لكن هواية مشكلة حقيقة. النوافل مو مشكلة، قراءة القرآن مو مشكلة، قراءة دعاء الافتتاح مو مشكل، عدم معصية الله كلش مشكل. هذا هو المهم عند الله. مشى خطوات، الحطاب صاح وقال: عندي شيء آخر وهو أنه إذا رأيت أخي المؤمن يريد أن يعصي الله أمنعه من ذلك. هذه هي التقوى، وبها يكون الإنسان من أهل الجنة. إحنا في أيام الصيام أهم شيء أن نحاول بعون الله، بحول الله، بتوفيق الله، أن نوجد هذه الحالة، حالة الحذر.